السلام عليكم خوتي خواتاتي، رمضان كريم بالصحة والعافية إن شاء الله، باش ما ترجيتوا عند الله سبحانه وتعالى. قررت أن ندير تحدي ديال حريشة صغيورين، خديتهم واحد القناة كبيرة جابوا لها مليون مشاهدة. أنا درتهم بالطريقة ديالي وبالمخلل، المخلل عمر شي وحدة ما دارت حريشات بالمخلل، وأنا كنقولها الوحيد هو الله سبحانه وتعالى لحد الآن اللي دار حريشات بالمخلل، هو عبد المذنب. المهم، وكاين واحد المسابقة ديال واحد المثل كيقول الحيحة والشهود والذبيحة، الحيحة والشهود والذبيحة، كملها تربح 20 ساعة ديال المشاهدة بالنسبة للقنوات اللي مازال ما وصلوش للتفعيل. وكنترجى ان يعني حتى لما كنت قناتك مفعلة او ما عرفتيش، بارتاجي مع ناس اخرين باش على الاقل يستافدوا بهذه 20 ساعة ديال المشاهدة. والسلام عليكم، ونبداو يلا سلام. بسم الله وعلى بركة الله. كنحتاج لزيتون أخضر محمض، وفيه طريفات ديال الخيزو كذلك، دابا نوريكم من بعد. وهذه خيارة مخللة يعني محمضة، حنا نقولوا بالمغربي محمض. هو خيزو كيبان لكم مخلل ومحمض، لا هو الخيار مخلل، وكذلك الزيتون الأخضر والجزر مخلل. ونحتاج إلى زيت المائدة، إلى زيت الزيتون نصف كأس نصف كأس، وكأس من الحليب كأس صغير، وكذلك نوعين من الخمائر، خميرة بيكنج باودر وخميرة الخبز العادية، هذو اللي يحتاجينه. بطبيعة الحال نحتاج إلى سميد الزرع، يكون من الأحسن يكون متوسط، لكن أنا عندي سميد غليظ فاستعملت السميد الغليظ. وفي نفس الوقت كنت عامل فيها واحد شوية ديال الزبدة يعني، وبديت كنخلط. أضيف زيت المائدة وأبدأ بالتخليط، لأن المعنى كاملة والسر كامل كيجي في تخليط الزيت مع السميد. هنا أضفت نصف، ماشي يعني ربع كأس من زيت الزيتون، يعني لا بد من تخليط جيدا حتى يدخل الزيت في السميد كي يعطي مذاقا رائعا، وكذلك يكون عنده دور كبير في المزج. هنا أضيف الخمائر، خميرة الخبز وخميرة البيكنج باودر، يعني أضيفهم يعني أخلطهم جيدا. وفي نفس الوقت أذكركم بالمثل، يقول المثل الحيحة والشهود والذبيحة، الحيحة والشهود والذبيحة. وهنا أضفت الزيتون الأخضر، استسمح، الزيت الأخضر والجزر مخللين، جزر مخلل وكذلك الزيت الأخضر مخلل، وهناك الخيار المخلل. أخذت خيارة صغيرة مخللة، قطعتها، لأنني أنا كل ما عملت يعني خمس حرشات صغيرين، خمس خبيزات من السميد صغير، هذا هو اللي صايبت أنا، خمسة ديال الحريشات الصغار. المهم زدت هذاك الخيار، ودابا كنزيد شوية ديال الزعتر. الزعتر يعطي لذة واعرة، زينة خوتي وخواتاتي، كتجي فنة. وهذه الطريقة ديال الحريشات بالمخلل، أول واحد كيستعمل هاد الحريشات بالمخلل. درت في اليوتيوب كامل ما كاينش نهائيا، لهذا اخذت تحدي من هذيك اللي وصلت المشاهده ديالها المليون مشاهده ديال الحريشات صغيرين. انا خديت هاد التحدي ودرته بطريقتي، وكنقسم لكم باليمين ان ديروه ما غتشبعوش منه. المهم اضفت الحليب وكنخلط مزيان، ويعني نزيدكم واحد القضية أخرى، أن حريشات بحال هادو إلا زدتو لهم شوية من مسحوق لا 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 يعني الأخضر، أنا كنهضر لكم على القزبر، القزبرة
تقطعوها طراف وتزيدوها تزيد واحد شوي كتعطي واحد النسمة رائعة جدا. وكذلك أنا زدت واحد المعلقة ديال السكر سنيدة باش كيجيو محمرين باش كيجيو محمرين. هنا كان نجيب واحد الغلاقة ديال يعني سدادة أو غلاقة ديال قنينة ديال حك بلاستيكي أو زجاجي أو شي حاجة من هذا القبيل. إنما كتاخدو هذاك الغطاء ديالو الغطاء ديالو وكتصيبو به. أنا ما عنديش المول، أنا صراحة ما عنديش المول، فكنستعمل هذا كمول. لولا ما طوعتنيش حيت ما درتش السميدة، دابا غادي ندير السميدة تفكرتها. كان صايب الحريشات ديالي وغادي نحطهم. انا كندير السمك ديال الحريشات ديالي يكونوا رقيقين، علاش؟ لان كتعجبني حريشات يكونوا معايا تاي سخون، كيعجبوني يكونوا مقرمشين، كيكونوا مقرمشين تيعجبوني مزيان. ولكن اللذة ولا وشنو هو الترمومتر ديالي ديال اللذة هي كنعطيه لوليداتي، الى عجبهم راه لذيذ. وهذا الشيء اللي صايبته انا اقسم لك يمينا انه لذيذ 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 الى درجه ان الوليدات ما خلاو منه حتى طريف، يعني كلاوه كله. وانا الوليدات ديالي ما كيبغيوش ياكلوا اي حاجه. المهم نفكركم ان الجواب على المثال ديال الحيحه والشهود والذبيحه الى كملتوها، كانت عندك قناه ودرتي التعليق وكانت عندك قناتك مازال ما مفعلاش، يعني غادي نخلي لك 20 ساعة ديال المشاهدة، 20 ساعة ديال المشاهدة. وتا لما كنتيش كما قلت في الإيوة في الأول يعني ما محتاج شيء للسوايع، ما عرفتيش ما عرفتيش تتمة ديال المثال أو شي حاجة، ما عليك إلا تبعتها لواحد اخر. وانتم كتشوفوا كاين حمرين مزيانين، اللي ما اشتركش القناه يشترك، راه عندي قناه متنوعه. ومرحبا بكم ورمضان كريم.